مخيوط قديمة. عندي هربية إخوان، يعني حكم 40 فوق. ما تقبلوا هذا الشيء إني طلعت من العيل وإني عقدت، ولا ما تقبلوا ولا أي شيء، ما تقبلوا إني ولا أي شكل. فقلت لهم كيلو أنا بحاول أبعد، أنا أبعدت عنهم، قلت لهم تبعدوا عني. إيش بتقول للناس اللي بيقولوا إنه خونة؟ صراحة بديش أعطيهم جواب يوجعهن كتير. لما الصاروخ يجي من غزة ولا من لبنان بيفرقش إذا هذا كان عربي ولا كان يهودي ولا كان شو اسمه. دولة إسرائيل، إيش بخطر عبالكو أول ما تسمعوا هدول الكلمتين؟ إيش بتعرف عن العرب اللي ساكنين في إسرائيل؟ مثلاً 20% من سكان إسرائيل هم عرب إسرائيليين من جميع الطوائف، مثل مين؟ مسيحيين، دروز، بدو. وانخراط المجتمع العربي في كل المجالات، الطب، الرياضة، السياسة، وحتى الجيش الدفاع الإسرائيلي. واليوم راح نروح على مسار ملهم جداً، خليكم معنا. اليوم راح ننضم لوحدة الاستطلاع الصحراوية البدوية الموجودة في الجيش الدفاع الإسرائيلي. وحدة الاستطلاع الصحراوية البدوية وحدة مميزة جداً في الجيش الإسرائيلي، لأنه أغلبية الجنود هم من المجتمع العربي، بالأخص من المجتمع البدوي، وطبعاً فيها كمان جنود من الطائفة المسيحية واليهودية. أقيمت وحدة الاستطلاع الصحراوية عام 1986، وزي ما قلنا بيخدم فيها جنود من مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي. في بداية الخدمة بمرقوا جنود 4 أشهر من التدريبات الأولية، بيتعرفوا خلالها على الجيش وبتأهلوا للخدمة القتالية. بعد 6 أشهر من التأهيل بيصل المحاربين إلى الوحدة عشان يقوموا بمسار القبعة، وهيك بياخذوا القبعة البنفسجية اللي بتميز وحدتهم. خلني عليك، بتشدد الوحدة على تطوير المحاربين، لكن مش بس، لأنه خلال الخدمة بيكتسبوا المحاربين عدة وسائل خاصة بتجهزهم للحياة المدنية. بعد هاي الطريق اللي بيقطعها المحاربين بمروا بتأهيل مخصص للمحاربة في واحدة من أكثر المناطق المليئة بالتحديات، حدود جنوب قطاع غزة، وهناك هن بيحموا بلدات جنوب إسرائيل. وفي هاي الليلة زي ما فهمتوا انضميت لجنود وحدة الاستطلاع الصحراوية البدوية لمسار القبعة. في نهاية المسار كل جندي وجندي بأخذ القبعة الليلكية، وهيك بتم فترة التدريب، ومن بكرة بنضموا لباقي الجنود للدفاع عن الدولة، المجتمع الإسرائيلي، العربي واليهودي. بالنجاح. ببلغ طول مسار القبعة 50 كيلومتر، وبيبدأ من قرية الزرازير ومنها القرى المجاورة، بهدف التواصل مع جذور مجتمعنا وتقاليده. من بعد 6 كيلومتر استراحة لمدة 15 دقائق، ومن بعدها رح نكمل مسار القبعة. صراحة كل جنود قوة ومستعدين يكملوا المسار. بالنسبة للجنود بيعتبر مسار القبعة لحظة مهمة في خدمتهن، لكن لبعض الجنود مسار القبعة مش بس لحظة مهمة في خدمتهن، لكن لحظة مهمة في حياتهن. تعرفوا على ألف، جندي عربي إسرائيلي من الجنوب، وقصة حياته مثيرة جدا. مع كل التحديات والصعوبات برهن لنفسه وللجميع إنه قادر على النجاح. أنا من النقب، من صحراء النقب، انتهر كل الجرائم وزي ما بقولوا سميم وحشيش وكل منها مخدرات. وفكرت في حالي يعني إيش دي يطلع مني في الأخير، يا تاجر سميم يا بنضم لعصابات أو أشياء زي هذي. شوف طلاب معهم سكين في قلب المدرسة وهيك أشياء زي كذا، والأخير قررت إني أزوت البيت علي موت متسدابة. يعني خشيت في بنمية ولا فكرت غاد يعني بيعطوني تعليم بيعطوني كل شيء. يعني كلنا ما وصلت عمر 19 قلت يعني قديش سويت لي توبوت ولا مرة طلبت مني ولا حاجة. الدولة فكرت فيك إنسان. عندي هربية إخوان، يعني أحط 40 فوق.
ما تقبلوا هذا الشيء اني طلعت مع اني عقدت ولا ما تقبلوا ولا اي شيء ما تقبلوني ولا اي شكل. فقلت لهم كيلو انا بحاول ابعد انا ابعدت عنهم قلت لهم ابعدوا عني. هذا هو خلصنا الاستراحه وراجعين على المسار. لحد هسه سمعتوا وشفتوا الجنود. تعالوا نحكي مع القائدين. شو وظيفتك؟ ضابط في الجيش الإسرائيلي. هذا صار لك تخدم في الجيش؟ 9 سنوات. 9 سنوات لك تخدم؟ 9 سنوات طبعاً مع المدة تبعت التعليم. إيش بتقول للناس اللي بيقولوا إنه خونة؟ صراحة بديش أعطيهم جواب يوجعهن كتير. لما الصاروخ يجي من غزة ولا من لبنان بيفرقش إذا هذا كان عربي ولا كان يهودي ولا كان شو اسمه. المنطقة اللي أنا عايش فيها وقع غاد صاروخين قتلوا ولاد صغار سنة 2006. ما فرقش هذا الصاروخ لا بين عربي ولا بين يهودي ولا بين مسيحي ولا بين درزي ولا شو. اللي فرق انك انت عايش بدولة اسرائيل انت خط هذا الصاروخ ويعني طفلين راحوا عشو على ولا اشي. ايش الاشياء اللي اعطاك اياها الجيش كبني ادم قبل ما تكون جندي؟ بناني من جديد من كل النواحي. اشرح لي كل النواحي. اذا من ناحيه ثقه بالنفس، اذا من ناحيه التكلم، اذا من ناحيه تشتغل على الوقت. وكل الجنود اللي انت اليوم قائد عليهم بفكروا زيك؟ طبعا. اذا في شغله واحده بتحب انه العالم العربي يعرف اكثر عن المجتمع العربي في اسرائيل، شو ممكن تقول لهم؟ يجي يزوره ويشوفه ويحكموا بنفسه. انا فخور لانه بخدمتك. بالضبط، لانه انا خلقت بهاي الارض، خلقت باسرائيل. مش كل الجنود اللي من المفترض انه يشاركوا في مسار القبعه معنا اليوم. للاسف الشديد سقط احمد وقت التدريب وتم نقله الى مستشفى سوروكا في بير السبع في حاله صعبه. الجندي اللي كان معاه وقت الحادث واعطاه الاسعاف الاولي وبالاحرى انقذ حياته هو القائد تبعه مجد عزام. كنا قاعدين نسوي تمرين، فجأة ملخ تمرين وصل لعد 16 و17 طلع ماشي يعني عمهله ونزل، فجأة اطلع علي وقلب على ظهره. ظهري درت عليه تقريبا 160 لتر مي. واو. بعدين فحصت له حم، عرفت انه فيش عنده حم بالجسم، انه شلالتي ما كانت خام. ظهري خرست على الكفلير، شبرت المخشير على جسمه وبلشت اكشف للورود تاعت المخشير. كملنا تقريبا احياء بمشخ 40 دقيقه 50 دقيقه مع تنفس اصطناعي وكل شيء. لا 45 دقيقه كان الهليكوبتر عندنا، بلشت ينطوا علاج بالشتاء وانتم موجودين، وبعدين نقلوا على مستشفى سروكا بير السبع بالهليكوبتر. هذا صار لك تخدم بالجيش؟ 2 وشهر. يعني اذا رجعتك 2 وشهر لورا تاخذ نفس القرار؟ اه، وعواد ختمت اخرى 2 كرسي مسار قائد فرقه كامل. يعني قريبا راح نشوفك قائد فرقه مش بس رقيب. ان شاء الله. كلمه يلا. ومش بس في الجيش، في الحقيقه بيشتغلوا وبتطوعوا عرب إسرائيل في الخدمة الوطنية والشرطة ونجمة داود الحمراء والإطفاء وحتى كأعضاء كنيسة في البرلمان الإسرائيلي. وبعد 50 كيلومتر وصلنا لنهاية المسار، مسار القبعة. وكمان بالضبط كم ساعة راح يتم احتفال اللي كل جندي وجندي راح ياخذ القبعه الليلكيه. خلينا نشوف شو وضع بعد ما وصلنا للنهايه. تعال نشوف كيف قوتهم. وشباب شو الوضع؟ والله من وضعك حبيبي. كله تمام يعني؟ بيتك عال مبسوطين؟ بيتك الحمد لله. بالنسبه اللي شفناه اليوم هي كانت فرصه للجميع انه يتطلعوا على المجتمع العربي في اسرائيل بطريقة تانية، بطريقة اللي عادة على شبكات التواصل منشوفهاش. وصلنا للحظة المثيرة، مراسم نهاية المسار ومنح القبعة البنفسجية للجنود المتحمسين. فيش أي شك
إن هناك تحديات كتير للمجتمع العربي في إسرائيل، لكن مثل ما تغلبوا الجنود على هذا التحدي، يمكن للمجتمع العربي التغلب على أي تحدي في هذا البلد مع المجتمع اليهودي في شراكة حقيقية، الشراكة الإسرائيلية. Thank you.